بعد وصلت ما بعد وصلت واحد نص ساعه تنشارج الانرجي جسم الشهيه الدجاج غنطيب واحد الطاجين ديال الدجاج هاد الفلفل من احسن الفلفل الحار اللي كناخذو من عند الجزار المهم تعلمت هاد الطريقه من امي الله يطول في عمرها ماما كتغسلو كتقبو من هنا كتقبو من الوسط المهم كتضرب واحد الضربه هكا وكتقليه في الزيت صافي وكترقدو في الخل زيت العود والثومه وكتخليه في الثلاجه فيما كيبغيو ياكلو كيجبدوه كيجي لذيذ فانا غسلتو غادي ندير نفس الطريقه راه كنقول لك الزهر عطاه الله سبحانه وتعالى غير المعكاسات ما نقولش الخيبة انا من النوم انا خيبة سبحان الله تربي صرغ المعكازات هادوك المعكازات اللي ما يطيبوا ما يعرفوا يطيبوا ما يعرفوا يديروا والو في الحياة تقول لي ديري غير نعسة البطء بغيت نقول لها خلينا من هاد المواضيع تخيل معايا انا جاية حاطاني الطيارة اوكي من المانيا لمدريد جوج ديال السوايع ونص ديال الطريق في الطائرة جيت للدار دايخة جبت دجاج غسلته بالماء والليمون جبته من الفريغو وطيبته اختي في الطاجين قولي شكون هاد المرة اللي دير بحال هكا